قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. يأتي العلماء بهذه الكلمة من باب الاختصار، وإلا لو قال: ولأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال مرفوعا فهو من باب الاختصار.